اليوم يومنا الثالث في الرحلة. الله أكبر الله أكبر، ما هلا شاء والله الله، هلا شفاد، تسلم ميرت ميرت، تسلم، صورا صورا. عشت تسلم. هذا الحنين يفعل عمره، ترى خاف يذبح، والله خاف يذبح. وقف الدرج وكتب وصيتهم. إذا اتصلت شفت رقمي تراي محتاج. نعم يا سلام على طاري. نعم شوفوا واحد واحد وينك يا ولد، شفته يا ابو نايف؟ ما شاء الله، كفو كفو. عاش منورة. باب ناس لجرة، تكفى لا تغيرون. يا كويتي دا ما شاء الله، تسلم. زين عسر ما شاء الله، شفناه الأول. منطقة النبتة هذه زي ما هي، منطقة وعرة جدا الآن، كلها نصوص، كلها عروق متقاربة جدا بين مربضات. هذه من أصعب الأماكن تقريبا في الكدن، مثلا في مكان واحد ما يعطيك السماكة هذه ويعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وحياكم الله في حلقتنا الثانية من رحلة الربع الخالي. تاريخ الرحلة من 4 إلى 13 يناير 2024، من 22/6 إلى 1/7/1445. إجمالي المسافة اللي قطعناها في الرحلة 1450 كيلو داخل الربع الخالي. بداية رحلتنا دخلنا من محطة شبيطة ورحنا إلى الكدن وشيبة وقلمة الطرفة والقعد وبحيرات أم الحيش والعروق المعترضة وقلمة الضعيف وقلمة بيض اللحي وقلمة أم قرون وقلمة طويل خطام وخور نيفة وقلمة فارس وقلمة جلابة ومنطقة السنام ومكان النيزك وبير مخينزة وبير الشلفة، والنهاية كانت في أم مثلة. قطعنا هذه المسافة في 10 أيام، كنا 30 مشترك، 23 سيارة، 11 سيارة نيسان و10 سيارات تويوتا وواحد اسوزو وواحد فورد. والحين اترككم مع اجواء الحلقه. سعد الله صباحكم بكل خير. اليوم يومنا الثالث في الرحله ويومنا الثاني في الربع الخالي. اول ما بيت لنا في الربع الخالي اللي هو في الكدن تحديدا. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك. هلا والله، هلا شفاد، صباحك الخير. حياك الله. لا شوف القرص، يا سلام، هذا القرص اللي احنا نسمع فيه بس ما نشوفه. ايه شفته الحين، شفنا ما شاء الله. الثاني شوف، ما شاء الله، يعطيك الصحة والعافية. سلام، شوف شوف المطبخ المنخش ورا السيارات، بين السيارات نضبط له الشغل. هلا صباح النور، للبيع جوال للبيع يا شباب. صورة جماعية يا شباب. وين اللي هنا يمين؟ من هنا بستغل الفرصة هذه. زين الحمد لله عرفنا رايح. صورة جماعية يا شباب، حياكم. الشعلي وين؟ ما جاء موجود الشعلي يمينك. تطلع 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 فعلي. عاشرة على الحليب، وعاشرة على الزنجبيل يمه بعد. الزنجبيل أمس. يا هلا فيك، تسلم ميرت ميرت، تسلم صورا صورا، عشت تسلم. هذا شايبهم. الله يعطيك الصحة والعافية. ما شاء الله، هاي شنو اسمها؟ ها
هذا الحنيني على عمرك. الحنيني ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. ذق 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 وانت تصور. الله يعطيك الصحة والعافية. عارف لا شوف شوف مواضيع انا اللي يضيعون في البر. تدري وش هو؟ ترى يصير خوف. ترى الخوف يذبح والله الخوف يذبح. ما فهمت قصدي. يعني هو يدل. اللي تبيه خص. يدل لا يدل ويعرف وباخص واثق من نفسه. والله على حسب اللي انا ناظرهم كلهن اغلبهم لا ما يعرفون والله. شوف شو اللي ما ماشي والله. شوف شوف ابو ريان موتهم مروح. لا شوف ابو ريان لا ان شاء الله بيموت ابو روعه. ابو ريان لا لا صاد ناظر ترى شوف اللي يذبحك ترى الروعه هذا واحد انت حطه بانه هدى كبير. يقول والله ان معي مواد غذائيه تكفين شهر زين. يقول والله ان علبه الماء ما شربته. يقول احس الحين افكر بعيالي وهم يعزونهم والناس. طيب يا اخوي اشرب وكل صح. يوم قاعد ثلاثة أيام يقول والله إن الشماغ ما أقدر أرفعه. طحت خلاص خدرت عند السيارة. يوم مر مموت رعجزت صوت له. ليش؟ روعة. له قاعد ياكل وبالمقابل واحد في يوم مواد الدواسة دخل أربعة خالي خمسة أيام قالب. رجال كبير وبو شكر. جالس يقول يوم جاء واحد يساعد وقال يا هلا تقهوة تقهوة كاش عندك؟ بنوت ولا موت رقالب تحت. واجي عنده قال ساق انت قهوه انا عندي التمر انقذ منه والحمد لله خمس ايام. وذا اليامي اليامي يا ابو بندر اليامي اليامي بالربع الخالي ما شاء الله عليه قالب ومكيف طيب الاجران ترى ايه 150 وقاعد يشتغل ومروق وقالب الجيب لا ومره ثانيه طاح ب مصبخه محيش. جو المربع لهم جنوب اربع خالي جنوب شرق. يوم بيجوا مع الشبيطة مع رذمية الشبيطة لعل فيها رذمية اللي قبل يمكن 70 كيلو أو 50 كيلو ادخلوا من عنده على أنه هي الرذمية. يوم ادخلوا وصلوا 50-60 ولا وقف الرذمية. الشبيطة وينه؟ يسارهم وأرض المحرام يمكن يجي له 30 أو 40 كيلو قطوع لما الرذمية الثانية. قالوا خل نروح قطوع بس يلا ما يحتاج نرجع ثانية ونمسك الزفلت وندخل مرة ثانية 40 أو 50 يوم قطعوا وانت اصفوا مري الصوت يقفون. يوم 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 قطعوا وانت اصفوا يمكن بأرض المحراب أمار يغرز اللكزز طبعا. اجلسوا يوم يومين ثلاثة أهل الدير اللي هم رايحين لمة تبطوهم قالوا ليش ما جو. اتصلوا على الإمارات قالوا مطلعين لمك ومفروض انهم عندكم الحين. جت طيارة من الرياض وطلع شو اسمه من أهل البادية يمكن 40 سيارة 50 سيارة. واحد اي واحد جاء من عمان له عرف بالارض وامير الدير حق عبلوتن ركبوا بالطياره وبداوا يمسحون الارض. وهذول يجي 50 سياره مسوين شبكه يمسحون على المواقع اللي يمكن يكونون جاي لمه. والطياره تنزل بها بضباط وتنزل على المواد دلمه وكذا. الطياره قاعده تظهر 6 ايام 5 ايام 7 ايام ما شافوا شيء ولا لقوا شيء. الشباب جلسوا بعد فتره اكثر ما لقوا شيء. راحت من بعد سنة جو ناس هذا الشهر مو سنة على كلام إن شاء الله. كنت وقتها في عردة وجانا الخبر القائد كان موجود معنا إيه المهم قالوا أظنه ثلاث سنة لكن عاد أبو بندر قلت ثلاث شهور. يوم جو ولا هم جو عرضمي نفسه وقطعوا قطوع هم شوفون الجيب بلغوا جات الشرطة وكذا. عاد يقول لي راوي السالفة يقول لقوا رقب الدرج وكتبوا وصيتهم من ضمنه يقول ما قصرتوا نشوف الطيارة بس ما قدرنا يعني ما شفتونا ونشوف أضواء السيارات بالليل بس ما معنى شيء نشير لكم. شوف سبحان الله ضاعت عن بالهم إحراق كفار إحراق السيارة بعد هذا شيء مقدر مكتوب والله يحفظنا وياكم. توفوا أمه أوريك صورتها أوريك صورتها دحين أوريك إياها اللي داخل السيارة. لا لا أوريك إياها ما تشوفوا ولا توقعون أصلا هم منه جابهم هنا وبدأ دربهم تعطل عليه عطل كهربائي فيوز مدري بطاريه حرفها. هذه الصوره في صوره ثانيه اوريك اياها جاء تحت صوره هذه هي عسكر هذه هذه من هذا طيب عطونا استفيد يعني مثلا انا اقول لا تروح بالحالك عطنا فائده كل واحد يعطينا فائده هذه اهم شيء. طيب لا غيرها ممتاز علم اهلك ممتاز. اللهم صل على محمد. استخدام الثريا في الإحلات رقم واحد هذا مهم جدا يكون معك ثريا. الأمر الثاني لا تعطي معلومات حتى لو سيارتين ثلاث أربع أو سيارة واحدة
تعطي معلومات اللي في يتابعك انه يوميا لازم اتصل، مو بلازم اتصل. استخدام الثريا عكس اللي الان اللي يوصلون فيه، اذا ما اتصلت دوروني، لا اذا اتصلت شفتوا رقمي تراي محتاج. نعم يا سلام، خلني انا من الان ما دامي ما اتصلت تراي بخير، خلني بالسعيد بخير وابد تمام التمام. اذا دورتكم فانا محتاجكم، هذا هو بس عشان ما تشغل الناس. الاماراتي اللي من هالي اللي قبل يومين، من هالي اللي قبل يومين اللي بهجرة طويلة يا ابو بندر، تعرف ابو ريان معه، مع ثريا يا ابو نوره، مع ثريا ما الشاحن قالوا مع ثريا 5 ايام ما يدرون عنه. تدري انا سمعت انه وصلت 500 سياره، ناس طلعوا من الامارات وناس بالسعوديه وعون وانجاد وغوث وما ادري وش، وكل كل وطيارات وطيارات حكوميه، حارس حدود اخوي، وحارس حدود زين. اخر شيء سبحان الله راشد يتوقع، راشدي خواله، من خواله، من خوالهم لقوه، ترى معه ثريا يا ابو نوره. هو لا هو صح، لكن كذلك الافضل اللي عليها الكلام انك تعلمه هلك تراك رايح المكان هذا، عشان اذا ذا يعرفون النطاق وين انت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وانطلقنا. هذا يومنا الثالث في الرحلة ويومنا الثاني داخل الربع الخالي، هذا احنا في الكدن. تبارك الرحمن، يعني المكان الأمان ان اول مرة نشوف هذه التضاريس. شوفوا ميلان الارض، يعني من النادر ان تصير شكل السيارة سيدة. ابشر، انا على جرتك. ها الحين انا الشقاق قدامي ثاني سيارة حاليا، احنا شوي خلي يسار، لا تنزل على نفس سرتي، خلي يسار. اوفو واحد واحد، وينك يا ولد؟ شفته يا ابو نايف؟ ايش رايك يا ابو محمد؟ اه شوف ابو محمد، من غير الطريق لو والله بدايتها شوي قشرة، ترى بدايتها صعدة شوي قوية. سعود ابو بندر حط لي ذيك النزاق تحت رباه شوي، سعود ابو بندر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. صافطين هني، نزلنا من النزلة هذه اللي قدام. عاش ابو احمد. هلا بالحبيب. هلا بالشعلي. هلا بالطيب. شو الوضع؟ الوضع اني متحسف. ليش؟ انه ما جيت من زمان هني. اي والله، بس ان شاء الله الايات كلها هني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعيش. ما شاء الله. قلب ينبض يا فهد ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. كفو كفو كفو، شوفه ما شاء الله. يا سلام، عاش مطوع. ما شاء الله. كفو كفو. هاي شباب واقفين هني، من هناك في سيارة متعطلة تحت، بس على ما تطوف هني ناطرين. هني المجموعة الأولى اللي عبرت من اليمين، هني المجموعة الثانية اللي عبرت من اليسار، والباجي كاهم فوق هناك ابو نوره جاي من درب جديد. هلا محمد. هلا برب الخالي. تفضل اخوي. هذا احس اني برب الخالي. اي برب الخالي. نعم صحيح، نعم نعم. وصلت خير، وصلت خير ما شاء الله.
يشوفون لهم طريق جديد ان شاء الله انه يكون سمح. بسم الله ما شاء الله. الله ليش تبي تقطنا انت الحين؟ الشعلي يبي ينزلني من فوق. لا بقطك مو بنزل. قطني ها؟ نزلك يعني بحنية قطك يعني مرة واحدة. ان شاء الله. يتمشى على رجلينا. كفو تعزيز الشعلي يوم شجر كله أبي باور كفو بريان بينزل بريان امريكي واد لازم صورة ما شاء الله كفو من اللي مغرز ابو نوره جميل هناك في سيارة مغرزة قاعد يطلعونها بالونش والله ابو محمد ما شاء الله بنوره
رادين حق الشباب. المجموعة الأولى اللي قطعت وقفنا نصور والحين رايحين لهم. طبعا تلحق الجرة شوف وين أثر مواترهم. باب نفس الجرة تكفى لا تغيرون الجرة أبد. أبشر. نفس الجرة كل اللي ورا نفس الجرة. مساء صورت صورة قلت لي تكوين وشني تقصد فيها تكوين؟ بندر يلا. تكوين الصورة يعني قوانين التصوير أو شروط التصوير. حلو. يعني كان فيها أقل يعني أنا كسرت الجرة ولا الجرة؟ كسرت القوانين عشان أطلع الكثبان الورا عرفت. قلت لي اللي بيطلع صورة حلوة يتبع القواعد ها؟ نعم بسم الله. واللي بيصيد شارع شو يسوي؟ يتبع القواعد. كل شيء كل شيء له قواعد. نعم. شوف 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 الله شوف شوف يا اليمين. يا شباب إذا حد جلس مكان احرصوا على النظافة تكفى لا حد يرمي كاسات. أبشر. وهذا الصح. كيف والله. ينبه الشباب على المعلومة هذه. مركز وايد اي والله مركز ومستمتع قاعد تشوف انت الالوان. شوف ما شاء الله والتضاريس والله ثلاث الوان تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله الشباب اللي ورا خيال خيال. ماشي ماشي تمام اشوفهم بالدربيل انا. تبارك الله. طب ريان اصبر شوي اصبر. شوف واحد قاصر في نباتات ما اشوفها باراضي ثانيه اللي فيها ورد اصفر هذه انا ما شفتها. صح لاحظت هالشيء؟ ما ادري بس لازم نسالهم شنو نوع النبات هذا. ابو سعد وش علمكم ننتظركم ولا نكمل ورا الشباب؟ ما شاء الله ما شوي ان شاء الله نزلنا خلنا نصور. ان شاء الله. ما شاء الله. اوكي اوكي ابو سعد انتظرك انا وابو تميم. ما شاء الله 1 2 3. انت اسمع ركز طريق شوي. شوف السيارة قاعد تزحف مع الوزن. اي وزن ما شاء الله 360 كيلو بس ديزل هذا وانا ما ادري كم كيلو والماي ما ادري كم كيلو. يلا يا اخوان يلا يا شباب سلام الرحمة. هلا هلا والله. الكاميرا جديدة تبارك الله. هاي كاميرا الشباب مصورينها هذا اللي تلحقك. ايه شفتها درون شنها درون طيارة شنو وضع هذي زينة؟ والله ما اتوقع هذا ما اتوقع انها زينة؟ ايه ما تتقارن مع هذول ملوتنا الدي جي اي. انا معلق جهاز ابو سعد ولا جهاز من يا شباب؟ جهاز ابو محمد الدرامي. ابو بندر كانك تدور نشب. ما شاء الله كان جرت الارنب. جرت الارنب على النزله يا شباب شوفوها على اليسار تحت. هذه جرتها جنبي. ما شاء الله تبارك. صبره وانصبره ماذا تصبر امغاره
زهر طازج، زهر طازج اسمي طازج النفرش بكامل قواه العقلية على ما قال بندر، توه فرش ناضج أخضر. وقف يا شباب، وقف يا شباب شوي. هلا تحت الرباب صوت البوري، يعني علمنا صوت البوري قبلك. وقفوا يا شباب. شوف الجرة اليمين، شوفها شفتها؟ أرنب. شباب النادي مدير الفزع، ما شاء الله. ماجد قرب ماجد. يا كلام الأرض صعبة تحت وعرة، فكل واحد قاعد يطوف من هالنقطة هذه، تسمعون حنة الموتر من بعيد أو إنه يغرز مثل ما صار الحين. خلاص يوقف العزم. غيروا الطريق، هذا ما شاء الله افضل. ابو سام يا شباب يلا يا شباب انزلوا، يلا يا شباب يلا يلا يا اخوان يلا. هذه هي نبتة الزهر اللي مساع يسولفون عنها، ما شاء الله. شوف يلا يا شباب، يلا يا شباب ان شاء الله تبارك الله. والله ريحتها طيبة الزهر. ايه والله ريحته طيبة ما شاء الله. موجود بالربع الخالي صح؟ فهد اجيك اخوي فهد. ورا فهد. وراي يا شباب وراي، هذا الدرب السمح. كفو يا الامير. الزهر هذا اسمه الزهر، والله ريحته قويه. ابشر ابشر هني. ايه لان شفت يسارك، ما تشوف خط الشباب يسارك بين واضح؟ لا ما في جرة على يدي اليسار. فهد شوف السيارات يسارك. اشوفك يساري بس ما اشوف جرة. شق شق الدرب يا فهد الفهد. شباب ورا فهد ابو حسين يا شباب. بن حسين حياكم يا شباب، الدرب سهل هني. خليك وراي ودف لين انفذ لين يروح فهد. ابدوا امشوا تحركوا يا شباب، ورا ابو نايف ورا ابو ناصر فهد ابو محمد. يلا يا ابو تميم، ابو تميم تحركوا يلا يا شباب، يلا يا ابو عبد العزيز. شر ان شاء الله ان شاء الله. ايش يا شباب يبينا ترى عزم عطوه. ها يا شباب ورا ابو سعد يا شباب، لكن هدوا شوي شوي واحد واحد، هدوا يا شباب. ما شاء الله ما شاء الله. عجرتي اسهل يا ابو مطول. قول لي وراك انزل. ابو سعد اشوفهم واقفين الشباب، نجيب والله شلون؟ ما
تحركوا يا شباب، عندنا معنى معنى يا شباب، تحركوا الله يرضى عليكم. كفو 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 كطيب على جرتي يا شباب، تحت ترى في اكثر من جره. كفو كفو اشوفها هي يمين هنا صوبك من عند يمين شقاق ازين من هنا سيده المركز هنا يا ابو مطوع خليك تبيع عشان توصل لك كفو انت مطوع شوي 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 خلاص يلا رنه هذه الاجواء والله هذه الاجواء والله يا زهر زهر ما شاء الله تبي نقطر زهر بالليل قهوه مقطره والله لا شلون ماي ورد شلون يسوونه ايه؟ يقطرون الزهر نفسه بس لازم تعرف صحي ولا لا هذا ايه نسال ابو بندر يا سلام ما شاء الله عاش مطوع ما جاوبني نحول عشان نرفع الضغط والله ميلان يا كويتي دا ما شاء الله تسلم زين عسر ما شاء الله شفناه الاول مالك زين يا انت التوجيه حقك تسلم تسلم ما شاء الله هذا نبات الزهر مساء اسمع بالجهاز ابو بندر يا هلا والله انت اللي قلت لنا اسم الزهر ها هذا يسمونه طال عمرك الزهر حلو هذا سبحان الله ميزته انه جاء حيه وبطر في الارض خاصه في الربع الخالي هو متوفر بعض الاماكن بس اكثر شيء في الربع الخالي اي يقعد في المطره الواحده في الحي الواحد اربع سنين اربع ثلاث اربع اربع سنين ما شاء الله ما شاء الله عليه سبحان الله تبقى النبته هذه زي ما هي في الليل تنكمش سبحان الله وفي النهار تفتح زي الورد العادي سبحان الله انا لاحظته حتى في الليل لكن يبقى ثلاث سنين الى اربع ثلاث ما شاء الله بدون يعني موية بدون شيء سبحان الله سبحان الله من مطره واحده ما شاء الله الله يجزاك خير يا ما له فوائد غذائيه شيء يشربونه يا شباب بالتاكله يعني هي العنب في نبات العنب ما شاء الله تاكل فيه واذا انحدت بس انه حار عليها الحلال يقول حار لكن تاكله بعض الحين اذا انحدت عليه بس الله يجزاك خير عاش القائد عاش بندر يا هلا يا هلا يا هلا اللي شوفني يوقف شوي في سيارة مغرزة قدامي يبيني ابو بندر يبيني على مرة قرب لي ما شاء الله شوفوا منظر الغيم يا شباب ما شاء الله شوفوا شو هناك الأرض ظل تبارك الرحمن لحظة صقر لحظة صقر وقف صقر من هنا
طاح ما شاء الله. حط رجلك انزل من زاوية بس حط رجلك عدل. عاش من ورا عاش. انا مرخي الحين. شال جرب الرجال. طبعا احنا مخففين يا شباب اساس نعطي مسافة قدام ان نقدر ناخذ راحتنا بالصعدة. هذا ابو نوره قدمنا عشان نصيده ما شاء الله. انتظرك يا عبد الرحمن وهو قائد هذه الرحلة. باقي بس اللي وراي مو اللي وراي. اصبر بندر بندر خل ناصر يطلع. العمدة التريبي. ما شاء الله. الطريق صار صعب شوي. كم كيلو باقي حق النقطة الوهمية؟ 12 كيلو. شنو يقصدون بالنقطة الوهمية؟ النقطة الوهمية ابو نوره يحط نقاط. يا فهد ابو محمد. ارسل. ان شاء الله تحركون الشباب. ابو نوره سالك من عندي لم شيء. حياكم يا شباب حياكم. يلا يا شباب يلا يا شباب انزلوا عشان الوقت الوقت. يلا يا شباب يلا يا ابو متعب يا ابو محمد يلا يا ابو سلمان يلا يا شباب يلا يا شيخ عبد الله. اسلم فهد. اي ابو نوره يحط نقاط وهميه يسميها النقطه الوهميه اللي هي اتجاه سير يا ابو تركي ونحاول نوجه عليها كلنا. الكل يسجل عنده في الجهاز النقطه الوهميه هذه وكلنا كل واحد عندنا بالجي بي اس عنده يوجه على هذه النقطه. خلاص تدري ايش كثر الدرب وايش كثر باقي لك وهم تحمسك انك توصل. شد شوي مطوع نبي نصعد الطعس بلغني بس طفت شوي شوي قطعه هنا حطها بالدوسه بس. طيب يا شباب حياكم يا شباب عبرنا نزلتين ورا بعض. علمني ابو ناصر. يلا مشيت انا مشارك. روح تفضل يا ابو عبد الرحمن. كفو كفو هاي رنه يا ولد اسمه هاي غير رنه. كفو 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 توكل على يلا ترى على طول في نزله يسار. يا شباب بعد النزلتين ترى الارض رباضه ها نطول شوي. ابو ريان اذا خلصت علمني انزل وراك. ما شاء الله ما شاء شد الله. يا ابو ريان شد. ما شاء الله لا اله الا الله. سكروا قزازكم الايمن يا شباب سكروا قزازكم الايمن يا شباب اللي ماشيين وراي. ابو ريان عندنا اسكك واجد لا ضيعنا الله يسعدكم. دقيت سفر فيها مشاوير العمر. ما شاء الله هذا استمتاع ما شاء الله. هذا الشقاق بنورة قدام العشري طبعا قدام بعد شفتني وين شفني على زارك. ما شاء الله بعدي ما شاء الله يا هلا بالاجواء طيبة تبارك الرحمن. الرمل قاعد يتغير الى الاصفر يفتح لون الرمل. ايه ما شاء الله اعتبر الربع خالي براد والله. الحمد لله. ايه تعال تعال بس انتبه مره قويه. الحمد لله. خذ يسار يا ابو نوره.
النجوم. كل موزه يا ولد. يا شباب ما حد يطلعني. اجيك ابو بندر. ابو بندر هذا كنا صدام. ايه. ايه. كاسك بسيارته شوف مني. شوف تحت غاطس كنا غاطس ها؟ ايه. داش بفنجان ولا شو؟ فهد حسين تعال فهد تعال فهد. اي صوبك؟ ايه تعال عشان تسحب الرجال. خذ اليمين. تعليمات من اللي قدامنا. بس عدال 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 الحين خذ يمين. خذ يمين. احسن. مو شو اسمه بتبي طلع ولا بزال عالم؟ ابو بندر عالق شوي. عالق شوي. عالقه ابو زمان وراي. ها مرحبا. يا هلا. هلا بك. ها مناوشات هني. احتريكم احنا كلنا واقفين. بقول لك فول انا عندنا سيارتين علقات. خلاص احنا واقفين احتريكم انت تشوفون. احنا نشوف الطريق ما شاء الله هو زين ولكن الربضات مليانه. ما في طريق. ايه ايه الشباب يفتحون الطريق الان. ايه. ما في طريق ولا درب. منطقه وعره جدا الان. كلها قصوص كلها عروق متقاربه جدا بينهم ربضات. هذه من اصعب الاماكن تقريبا في الكدن. ولذلك كل شوي احنا نوقف خصوصا سيارات كثيره يعني واول مره نجرب التجربه هذه لذلك تغاريز كثيره. ومن صالحنا احيانا نستفيد من التغاريز نجلس قهوه ونرتاح نريح. ها ناخذ راحه. عبد الرحمن هلا والله. اشوفك ما شاء الله مهتم وايد في اخراج العالقين وما شاء الله تعليماتك يعني سديده طول المسار تبارك الرحمن. احنا بس نساعد الشباب في التعليمات وتطبيق التعليمات. انزين احنا انا العالقين في شباب غيري ما شاء الله ما قصروا. الله يعطيك الصحه والعافيه. انا اشوف وراك حاط شعار فريق. اي نعم. اي شنو الفريق هذا؟ انا احد منسوبي جمعيه عوان للبحث والانقاذ. حلو. ومعنا اثنين من الزملاء برضه ابو ريان وابو محمد. طيب الله يحفظهم. وعندنا برضه واحد من فريق المحترفون ما شاء الله برضه نفسهم حقين البحث والانقاذ. ما شاء الله. وعندنا برضه ابو عبد الله اللي هو يمن برضه من فريق انجاد. ايه؟ والحمد لله امورنا زينه الى الان وتمام. فيعني هذا الشيء انت تسويه الحين في رحلتنا في الربع الخالي وهم الايام العاديه. ها نطبق هذا الحين. الله يعطيك الصحه والعافيه. التنظيم اهم شيء دائم في الرحلات. نعم التنظيم ونمشي على المسار والحمد لله. والخبره. ها والخبره الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشكور. الشقاق ولا اللي بيسوي الريوق اليوم؟ اللي هو الفطور. ما شاء الله. بنسوي كشنا الحين الفول. ايه. ثم نعدله كشنا له ونحطه بالكتمة الكهربائية وخلاص نمشي. يا سلام. ساعة وجاهزة. يا سلام عليك. يا حبيبي. الشعلي موجود دائما عند أي مطبخ. أي شيء فيه أكل موجود. الخدمة طبعا. جزاك الله خير. أنا استغربت يستخدمون فول الحب الناشف هذا. ايه. فالحين عرفت شلون بيطبخها فخلاص. ايه ان هذا بديل المعلبات. ايه فبعرف شلون بيطبخونه. طلع بجدر ضغط. ايه عشان يصير سريع لانه يطول اذا بدون بيطبخ. وكنا فكرته وايد حلوه حق الرحلات الطويله. ها والله. ايه يعمر وياك واموره طيبه وقطار صغير مو نفس القواطي. صح. بتجمع الزباله تياسكم الله. ايه ممتاز. ممتاز جدا. ابو بندر طلع. الحمد لله على السلامة. بعد ما وقفنا يعني هنا نقدر نقول استراحة ونقدر نقول ناطرين المتعطلين. الحين نكمل مسيرنا إن شاء الله. هذا القائد ابو نوره قدامنا. الله الله ما شاء الله. يا هلا
اتمنى ان هذا الفيديو يوصل مليون مشاهده. ان شاء الله يوصل، ليش ما يوصل؟ صراحه ان شاء الله اتمنى ذلك. عشان جهدك يعني اللي تعبت فيه ما شاء الله، يعني نبي تنتقلهم هذه المتعه. والله ان شاء الله تنتقلهم، ان شاء الله يستمتعون معنا، يستمتعون بالاجواء ويستفيدون من الشباب ومنك ان شاء الله. الله يسلمك ومنك. المزاج يصفر شوي. جزاك الله خير. اصفر شوي يا شباب، اصفر شوي. ما شاء الله. رملة يا خليل اذا نزلت. في طريق على اليسار مع ابو محمد. رياض سمع لي. خلاص خلاص توكل على الله. الله عبد الرحمن. هذا جاك انس. اخوي. ان شاء الله شوفوا النزول. تبارك الرحمن. طلع ابو نايف ولا باقي؟ ادرس. ننطر يفتح لنا الطريق فوق اساس نقدر نصعد لاخر شيء. هذا هم زين. طيبة وسهلة. شكرا إلى كل المتابعين اللي تابعوا لهذه اللحظة. نعم، واللي ما سوى لايك يسوي لنا لايك يا شباب، واللي ما حط تعليق هم يحط لنا تعليق على جمال الربع الخالي. ما شاء الله ما شاء الله، تعليقكم يسعدنا اكثر من الرحله بصراحه. في وراي انتظروا يا شباب، فيها عندي الاف تي. كفو كفو يا شباب، اسمعوا اسمعوا، كيف نزل نزل عادي وغصب على المال. وين الطريق
بس اوكي اوكي. باستخدام الونش ونش وورن 12 طن اظن. كفو الله. يلا لا نربطها فوق. سؤال سريع. يلا ابشر. هلا. شنو يميز ونش الوارن؟ الوارن طبعا تحكم فيه عن طريق الوايرلس بالجهاز هذا، بس شغله واتحكم فيه من بعيد. والكنترول عندك طبعا جدا سهل، تفكه في مكان واضح. وطبعا عندك اكثر من قوه، القوه اللي انا ماخذها اللي هي 12000. هنجدم يلا. وياك انا وياك روح. هذا هو ايش يمشي انت مش معه، اذا خفت ما يصير يعور الونش. يقول كذا ايه انا اسويها. لا يعور الونش. طبعا اغلب الونشات هي سيم، احنا نبدل السيم اول ما نشتري. نحط الحبل هذا اللي يسمونه سنتاتيك. شنو الفرق بينه وبين السيم؟ اول شيء اخف بالوزن ويصير مثل قوة السيم واكثر، واذا انقطع لا سمح الله ما يسبب اضرار كثر السيم. واذا لفيته هني هم ما يتعربك، حتى لو يصير مثلا في مكان واحد ما يعطيك السماكه هذه ويعض. هذا يصير جدا خفيف وقوي، يعني خفيف وقوي. وهم تقدر تسوي له صيانه اذا انقص لا سمح الله. نعم، من ينقص تقدر تبدله. كذلك هم في ناس يسوون مثل طريقه الشاكل هذا، اللي مثل السوفت شاكل يسمونهم، بدال الهوك يخلونه دايركت فيه على طول، يعني يصير ما في اي قطعة معدنية على طول في الحبل. بس 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 بس
يا ابو سعود صارت معي يطلبون المستمعون. هذا الشقاق قدامنا ناصر ابو عبد الله العشيري ما شاء الله. ابو وسام على بداية الطريق الحين بعد الوقفة. ابو سعود شد خذ اليمين شد. ابو وسام فريق فك اليمين فريق انقاذ بعد ما شاء الله اكثر من شخص معانا من فرقة الانقاذ تبارك الرحمن يعرفون يتعاملون مع أغلب الأمور بحكم خبرتهم إن شقالين يعني أغلب أيامهم في مساعدة الناس. طبعا هذا كلهم قاعد يشتغلون يبون الأجر يحتسبون الأجر الله يجزاهم خير. تحية لأبو وسام. هوبا أبو بندر وسام دقيق. عبد الرحمن النزول اللي صوبنا بعد ارض ترى ناعمه رباط وقف وخاطر شوي شوي بعدين دوس لان هذه شوي قصه شوي قويه اثني عطري مساحه ارجع كيف بعد شوي خذ يمين كرر ما شوف في هذا طور احني واحنا ما راحونا شيء ما لعب واحد قوة الشباب هنا تغريز. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو مكان الاستراحة ونبدي مكان الاستراحة في فقرة الشاي ولكن هني قغسون طماط تغيرت المهمة. هذا المشرف العام سويت ايه؟ لك اليوم نعم طماطم شاي كل شيء يسويه وهني الشاي ها يا سلام هنشوف الاظلال يا شباب هني الاظلال العود ما شاء الله يا هلا بالشباب يعطيكم الصحه والعافيه ما شاء الله فكره المظلات هذه مظله اساس الظلال اللي هني وهني مظله الاي ار بي هذه كذلك مظله الاي ار بي الله يعافيك ما شاء الله شوفوا ولا نصبوها ولا شيء في الربع الخالي نسوي أول قهوة مختصة هي قهوة الفلتر V60 طبعا أكيد من إيروستري إن شاء الله على مطبخ ARB تبارك الرحمن شركة ARB جدا مريح تفتحه في ثواني تبارك الرحمن وتبلش تبي تطبخ تبي تسوي شاي وقهوة اللي تبي شعلي شلون الطبخ امس على مطبخ يا ربي ها قطعنا الخضار هني على الطاوله ايه جدرنا يمنا ايه وفراتنا هم يميننا بالدرج ايه واقف كله
محبوك 100%. يا سلام عليك يا سلام عليك. راح لنا بما أنه محبوك بنحبك القهوة. يلا وقول لنا نحبك العدد. أوه اليوم انك ترى شوف هذا رحت انا ابو تميم اللي كان معنا طبق بعدك الصوت وخال عيالي قطعوا ابو تميم يا شباب هلا بالامير هلا بالغالي. ايش الكاميرات وين لحظه؟ ها انت كان فول؟ اي فول. صار شاي كنا ولا زنجبيل ولا شنو؟ شاي بس. كفو والله يا شقاق. كفو 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 والله. عاش ابو بندر حتى يومك. سلام شكشوك عدني. يا سلام يا باذن الله تبارك الله. مد حقونا وحبيبنا ابو بندر. كم حبه يا ابو سعود؟ المترقبين هني. ما ادري مشاركين ولا مترقبين ولا ملقوفين. ابو بندر سوي شكشوكه سوي شكشوكه. يلا يلا والله يا وراك الناس. ما عليه الرحمن تنسل لك كبرى بنوره لانه ما طبخ يبي يحط لمساته كنا. ها حتى صبت الزيت مدروس يبي يضيف لمساته بنوره. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ما شاء الله ما شاء الله. هو اصلي اصلي ما شاء الله ما شاء الله. خليتني وحده انا ما شاء الله. لا لا اجل تجي والله والله تجي ما شاء الله. ومن بعد فقره الريوك او الغداء او الفطور ايا كان والحين المهم المهم ان ناكل. الحين نكمل طريقنا ان شاء الله في الكدن واستمتع في الدرب. استمتع الحين البطن مستمتع ومرتاح ولله الحمد والمزاج رايق والمزاج مرتاح ما شاء الله. وانا قاعد هنا على اليمين مرتاح ايضا. نعم عندنا صقر ابو محمد قرز فيها يا شباب اصحاب الطيارات. ترى المكان ممتاز والجو تمام والشمس مايله حلوه تصوير. يبي يطلع نفسه ترى مرينا على قصوص صغار يعني لما رقيش تنزل الاسر يسرع القص صدري من قدام قاعد يدق خشب. السلام عليكم عبد الرحمن نبغى الوش او اللي حوله وش تمام.
الليبان الإمام وساعته باتر الأبيض عطنا توجيهات في قصة كلا أكثر عدل جمرات الحيل يا أبو سليمان العزيز النجاشي بلغ الشباب اللي وراك يحركون أبو تميم تميم اللي وراه يلا اتركه يلا انتبه اللي وراه هو أمل رايح لك تحرك يا أبو محمد صيق الهندلاج وترى فيها طبة من يتصل يا أبو سليمان تحركت أنت هالحين ترى لا ما شوف شو اسمه مطوع طلع هناك أنا بالي هنا وتميم ساكن كم موضوعك متى وصل حياكم يوم. يا رفاق ما وصلت ساعة يا رفاق. قاعد يا سمعت. أنا بقى شيء من المطبخ. أول ما حركنا أجل أنت خلاص أبو شباب أنت بتضيعون جرة في أصبخة لتعد أبشر أرض الصلب خذوا يسار أبو خير أعزائنا المشاهدين والمتابعين مستمتعين ويانا في الدرب ولا لا تكفى شوف استمتعوا يا شباب وبنص النفوذ شوفوا الصباح شوفوا الصباح جديدة بس ما ادري هي لهم ولا لا دقيقة يا شباب يا ابو نورة شوف جرة بيلون وجرة توائر ابو نورة شوف انت ما شوف شيء انا دقيقة يا ابو سعد اليوم تأخرنا شوي شوفوا الشمس غربت والى الان متجهين الى نقطتنا يمكن باقي عليها كيلو 300 ولكن الكيلو 300 جدا صعبة بالإجمال عندنا البلاغ روحوا على فالكم بعدين اليوم تأخير بعض المشاكل حصلت مثل بنتها لا تفعل يسارك منظر خرافي أنا أشهد لا من التضاريس ولا من الألوان هذه هي الكرفانة المهجورة ما شاء الله شباب اللي وراء آخر ناس أرسل طال عمرك خويني طايح ولا لا أبو نايف تلم على طريقك لا ما بلاكس تلم بات واضحة الموتر ولا تشوفونها شوف الكرفان ما شاء الله أو شاليه خلنا ننزل نشوفه ما شاء الله مدفون هذا هو شوفوا موجود على الخريطة لما أقول لكم أنا دائما أعتمد على الخرائط يكون فيها كل شيء شوفوا ما شاء الله حكيم شوف شوفه
هذا هو. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهني باقي السيارات كاملة. شوفهم تبارك الله جاييننا من بين هالنفود. واحنا في هذه الارض الجميلة. ما شاء الله. نشوف هالكرفان. ما شاء الله. ما شاء الله. شو شلون مدفون من الرمل. طبعا اغلب السيارات اللي تكون في الربع الخالي اذا كانت مهجورة تصير بمثل هالشكل. من قوة الهواء اللي يجي. تراثي من سنة 1400 وما ادري كيف. تسلم 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 تسلم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. انا شغل مكيف. البركه ما شاء الله. والله انا فنان يا ولد. انا اقول لك الشغل شوف من داخل ما شاء الله. اول غرض بقى موجوده. شوف انا غرض صحون ما اروح هذا بات. ابو محمد سمع بعدي. هلا فوق كنا اطب صاروخ. لا اقعد اصبر قاعدين اطب صاروخ بس ولا القف انا القف تعال القفونا بطب. ما شاء الله. يلا حي. يا هلا يا هلا. اللي حق حصلتها بعد موجوده. ما شاء الله. شوف شفت سميته عليها. اي هاي وش انا عطنيها والله طيب. انت مرتاح وحن بشير على هنا بس كذا من نحاول نشوف الصبح معاه يجيكم راعي حل ما بها من ناحية الإمارات. شو اسمه قلوة هذه؟ الماء العد الخف الخف وش بعد منها؟ اللي وراها بعد ما وصلنا نقطة التخييم الكل ضبط شغله. شوف الشباب كل واحد قاعد يحط أغراضه وينصب شغله ويرتب اموره. وهني عندنا ابو بندر. هلا وغلا. ضبط الشغل. شغل طال عمرك. القهوه الحين. يا سلام. يوم السفر. يا سلام. ان شاء الله القهوه في اي بي طال عمرك. يا صحراء الربع الخالي. يا سلام. تبي اكثر من كذا. يعطيك العافيه. في اي بي مثل البيض اليوم. الشكشوكه قصدك؟ اي نعم. باذن الله باذن الله. يا سلام عليك. وهني الحين عندنا مطبخ بنوره. يعطيكم العافية يا شباب على القوة. يا هلا ابو محمد. ما شاء الله. يا حياك الله شرفتنا والله. من الشرف. مشاركة صراحة جميلة. جزاك الله خير. الله يجزاك خير والله. وإضافة رائعة للرحلة. ما قصرت يا أخي. وجهودك وأفكارك ومهاراتك في التصوير وفي السياقة وفي المونتاج. تعلم منكم تعلم منكم يا أبو نور. جميل. جزاك الله خير. الله يرضى عليك. شنو اليوم طبختنا؟ دجاج. وين دجاج. وين طبختنا هذا؟ اي دجاج. يا سلام. ان شاء الله نطبخ مسلوق. ايه ثم نحمر على الجمر. يا سلام. من تجيب طار التحمير اتذكر لون الرمله الحمراء. يا سلام حمارير الكدن. ني مطبخ ابو ريان. يا هلا يا هلا ابو ريان. هلا يلا حيه. امس طبخ ارضي اليوم اشوف طاوله. لا امس كل يوم تحاول تغيير. انا شوف امس كانت عذاب. ايه لكن اليوم ان شاء الله نضبط الوضع. يا سلام. الطاوله كانت موجوده بس تحت الاغراض. ايه وتلافينا الموضوع هذا اليوم. يا سلام عليك. وان شاء الله بكره طاوله ثانيه بس لا انا قاعد اشوف كل يوم تبي تغير. لازم في منافسين اقوياء. لازم ان يا سلام عليك نثبت وجودنا. كفو والله. الله يحييك. الله يسلمك. هذه القاعدة هني وهني اخواننا من الامارات. ما شاء الله. قالها مساحة الجو هذا. قال لها حق الحجرة. هوت الحجرة. هذه الحجرة. الحجرة. سموها. ولا هي على الخب. الخب عد ورا هذا. وهذا حق واحد قال له طيب سالم. قبيسي الحين في الامارات وجابها لها طرد. وهو من العرب اللي ماشي محل يمشي. وهذه غربته عقب ما ادري كيف وش اللي خلب فيها خلاها.
عام كم؟ ما طبخه والله ما ادري انا ما شفته. بس ما بطيح. بس هو تقريبا كم سنه؟ كم سنه تقريبا؟ تقريبا ما ادري يعني. اول مره شفتها ترى انا مبطين من هالديل هذي. اول مره شفتها متى؟ تو من شهر. بس اسمع بهالحجره يمكن منها والله يعلم منها من 10 سنين حولها. والخبة مسمعة على الغرفة نفسها؟ لا الخبة هذا عد جاحلي قديم حلو والله يعلم منه اللي حفر. مساعد ما درت عنه العد؟ لا ما هو مسير ترى في مو مسير هذا قالها الخبة. طيب احنا لاحظنا في ابل هنا كثير وحلال، في بير هنا موجود ابننا في الكدن ابننا هنا دي. كم كيلو في بير؟ اي احنا على البير عليها الخب اي على العد هو العد هو البير ولا ايه نفس ايه. البير هو كيلو وين او ثلاثة عليها دي طيب مطو أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صاحب التماثيل شيخ هذا رائع الزنجبيل. شنو اليوم؟ في زنجبيل اليوم زنجبيل غير عن أمس. اليوم شو يسوي؟ اليوم يعطيك باور. اليوم صراحة جت ربابات ومشاكل لازم نقويها. شوف والله شوف يا سلام ترى شوف ولا وشرط طاقته ما يبدأ للفجر يس زين ما بنشطهم السلام عليكم. بدأت بعد أنت ولا بادي على طول وقف طيارة الطيارة معك إن شاء الله عاد نتجمل ونطلع تصوير حلو إن شاء الله عبر الشباب الله السلام تسوي مونتاج على خبير تاج لك ما عندي خبره في المونتاج لكن ان شاء الله بنطلع بما انك إيه ولا يمكن صادق يمكن عشان خروفين الله يعينك يا شيخ فهد وليش ما الله يعينك انت بعد الله يعينك انت عندنا ابو عبد الله بيعبي الديزل ها يا هلا وغلا نبي طريقتك في التعبئه الطريقه قرب الله يسعدك يلا طبعا اللي بالبدايه كذا هذا محله عشان ما لو فيه سائل ما ينزل حلو تاخذ اللي حلوين بسم الله تحطه كذا ما به اشفط ما تشفط شغل دينامو حلو بسم الله تعال حلها فيه هنا افتح له بسم الله كذا ثم افتح التهويه بسم الله خلاص وسولف لما يفلل اشوف 300 لتر لكن اول شيء بيصرح الى الصندوق لحظه ناطرين هو الحين عبر خلاص يا حبيبي ما شاء الله اي ما شاء الله تبارك الله جميل جدا ما شاء الله حلو طقه رقم كم نص زين حلوين هذا هذه شوف طريقه مريحه جدا تبارك الله انا كنت قبل اشيل جراكن حلو لكن مشكله بربطهن إيه؟ ومشكله اللي بغيت اعبي صحيح ومره افكر بهذه قلت خليني اجربها جربت الحمد لله ممتاز جدا لكن ترى لها سلبيه الا وهي لو قدر انه انكسر راح كل اللي معك صحيح لكن انا وش اسوي عندي التانكي الاساسي الشاص تانكيين 90 لتر 90 لتر حلو التانكي اللي قدام من يوم ادخل مفلله ما افتحه لمين اشوف الزفلت حلو مخلي يعني التانكي احتياطي ايه احتياط ما راح تستخدم مره استخدم واحد قضاء اعبيه عاد اقف في نص الرحله اعبي بنص الطريق اعبي ما استخدم ابدا عشان لو انكسر لو قضى وانا ما حسبته مرات تضرب مشاوير ما تحسب له حلو الا تدري انه باقي لك في عندي واحد كامل باذن الله ما شاء الله الله يبارك لك هذا كم 300 لتر ها والان مع فقره المطبخ نبدا مع ابو نوره طبخ الرحلة طبخ الرحلة رقم واحد لأن في أرقام لو سمحت رقم واحد مرة واحدة إيه طبخ الرحلة رقم واحد والآن مع جدر الضغط الترهيم والآن
مع الشبك هذا راح تشوون الدجاج طماده ان شاء الله بطريقه خاصه. طريقة خاصة. طريقة خاصة. أنت قاعد تغش، أنت هناك مطبوخك لو سمحت. لا لا. لو سمحت. هو بيكسر قاعدة. أنت الطباخ رقم ثلاثة الحين. إي بس هناك عندنا إحنا كبس، هو لا ما راح يخليها متشبوسة. إيه؟ يخليها مقلوبة. آه. شوف الحين يقلب على اليمن. قام يقلب بالكلام جدا. هلا عبد الله. هلا. نروح حق بريان. المطبخ رقم اثنين. المطبخ رقم اثنين. هلا وغلا. يا هلا فيك. نبي نشوف الترتيبات. تفضل. طبعا مع الطاولة. رقم اثنين افضل شيء. يا سلام. فضل. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شنو شلت الخلطة السرية ولا شنو؟ لا بس سلسلة. في شيء انخش. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا جدر الضغط. نغطيه عشان ما يبي احد يشوف ولا شيء. نعم. بس يبيهم يسمعون صوت التستسة. ويشمون الريحة من بعيد. يا سلام عليك. شو طبختنا اليوم؟ كبسة دجاج. كبسة دجاج. ويعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. ما شاء الله. تلقيمة. راعي مزاج. أنا سولفت وياه يا جماعة. مزاج بالشاي. شوف. شتو المزاج في القهوة المختصة؟ هو عنده مزاج بالشاي. شاي مختصة. رغوة ولا بدون؟ تسلم ايدك الله يعطيك الصحة والعافية يا حبيبي. اليوم بلاش بكرة بثلاث ريال. والله انواع انواع شاي ووزنيات وحركات. تستاهل. ها؟ شنو اقوى شاي؟ بس اليوم جيت عندك هناك عمر اشوفك بالقهوة حقتك وتلحوس عندك. ما شفتك والله ما شفتك. الله العظيم وتبسم لك وشوفك. ما شفتك اقوى قهوة فعلا. والسافية كل وجهي وانت قاعد تتقهوى. والله ما شفتك. وانتهت حلقتنا الثانية من رحلة الربع الخالي، كانت تحديدا في الكدن، وان شاء الله من الحلقة القادمة راح نبدي نطلع من الكدن. اتمنى استمتعتوا ويانا في اجواء هذه الحلقة وكذلك تفاصيلها. ما شاء الله التفاصيل يمكن نقول اغلبها في الممشى والقطع خلال هذه النفود الوعرة، وللامانة استمتعنا جدا في اجواء هذه الرحلة واجواء هذا اليوم تحديدا. إذا كنت مو مشترك في القناة فتشرفنا في الاشتراك وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد، وننطر طبعا تعليقاتكم. استمتعت وايد في تعليقات الحلقة اللي فاتت، أسعدتوني الصراحة في كمية التعليقات وكمية التفاؤل اللي قاعد أشوفها في التعليقات. وكذلك لا تنسون اللايك، ونشوفكم على خير إن شاء الله. كان معكم أخوكم فهد بن حسين، وننطركم في الحلقة القادمة.